بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. سمعنا قول الرب لتلاميذه ولنا إن كنا نحسب أنفسنا من تلاميذه أنهم إن كانوا اضطهدوني فسيضطهدونكم أنتم أيضا. لماذا؟ الاضطهاد للمسيح وللذين للمسيح، ببساطة لأن هذا العالم عالم فاسق وفاسد وشرير، هو عالم الظلمة وليس عالم الحق. لذلك الدنيويون من الناس الذين يريدون البقاء في الدنيا ويرفضون الحياة الآتية من الله، هؤلاء يرفضون الحق ويكرهونه ويحاربون الحق كما يحاربون أهل الحق. وكما اضطهد أباهم إبليس الرب يسوع الإله الحق، هم أيضا كأولاد لإبليس يضطهدون أبناء الحق أهل الإيمان بالمسيح يسوع. من هنا قول الرب لتلاميذه ولنا أننا سوف نضطهد من العالم، من رئيس هذا العالم وأعوانه. الرب يسوع لم يبشرنا بأننا سننال مجدا على الأرض، بل ظلما واضطهادا، وأن مجدنا يأتي من مشاركتنا له في آلامه. على هذا يقول الرسول بولس إلى أهل روميا: إن كنا نتألم معه فسوف نتمجد أيضا معه. يعني ما ممكن ننال مجد ملكوت السماوات إلا إن كنا صلبنا مع المسيح، فإن متنا مع المسيح نقوم مع المسيح وندخل الحياة الأبدية. وكما سمعنا الرسول بولس يقول اليوم لتلميذه تيموثيوس: أن اشترك في مشقات الإنجيل على حسب قوة الله، أي أن عليه أن يشترك. شو يعني مشقات الإنجيل؟ إن كان الإنجيل هو بشارة يسوع المسيح المصلوب، فالذي يبشر بالمصلوب يكون هو أيضا مصلوبا مع المسيح. بالتالي يطلب الرسول بولس من تلميذه تيموثيوس أن لا يخجل بصليب المسيح، وأن يقبل إليه، أن يرتضي أن يحمله ويشارك في آلام المسيح، ولا يخجل ببولس المبشر المأسور لأجل المسيح. هكذا يكون مشتركا في مشقات البشارة. وهذه مثل ما بيقول الذهبي الفم في تعليقها على هذه الآية، يقول: هذا هو مجد الرسول. صليب المسيح هو مجد الرسول كما هو مجد المسيح. ولذلك يقول الرسول بولس إلى أهل غلاطية: حاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. وبيقول ديس يوحنا الذهبي الفم: أما الطبيعيون أي الدنيويون فيتعثرون فيه ويخجلون منه. ولكن الرب يحث الرسول تلميذه ومن خلاله الآخرين قائلا: لا تخجل بشهادة ربنا، أي لا تخجل من الكرازة بالمصلوب، بل بالحري تتمجد فيه. فالموت والسجن والسلاسل هذه كلها أمور مخجلة في ذاتها وعار، لكن إن أضيف إليها السبب ظهر السر واضحا، أي سر الصليب، فتصبح أمورا مجيدة وموضوع افتخار. موت المسيح خلص العالم وأباد الموت، وموت المسيح ربط الأرض بالسماء كما يقول القديس يوحنا ذهبي الفم، وحطم قوة الشيطان، وجعل البشر ملائكة وأبناء لله، وأقام طبيعتنا إلى العرس الملكوت الملوكي. هذا كله نحتمله بقوة الله التي في الصليب، لأن الصليب هو أداة انتصار. من هنا قول الرسول بولس:
إلى أهل كورنثوس: كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. فاللي بيشترك بآلام المسيح بالصليب بيكون مؤمن أنه منتصر بصليب المسيح وقابض على ملكوت الله. رينا هذين المقطعين من بشارة القديس يوحنا ومن رسالة القديس بولس إلى أهل تيموثيوس، ونحن نعيد اليوم للقديس العظيم في الشهداء يعقوب الفارسي المقطع، الذي لأجل مجد الناس ولأجل صداقته مع الشاه الفارسي ملك فارس تجنب الموت وتجنب الاضطهاد، وارتضى أن يقدم العبادة للوثن على شاكلة الملك. لكن الذين يحبونه، أي أمه وزوجته، وبخوه وقالوا: ما هكذا نرتضيك؟ إن كنت أنكرت المسيح فأنت أنكرتنا ولا صلة لنا بك. لأنه من ينكر المسيح تنبعث منه رائحة الموت لأنه قد هلك. فمشان هيك إني رفضوه وأنبوه وذكروه بالمسيح المصلوب حبا من أجله، استفاق ضميره بسبب صلواتهم ونبذ الوثنية وارتضى بجرأة أن يموت من أجل المسيح. وهكذا تزكى وتبرر، قطعت أوصاله شيئا فشيئا، ولم يقبل النجاة من الموت لأنه عرف أنه بهذه الشهادة ينجو من الجحيم، أن يكون للمسيح فيربح الحياة الأبدية. هذا هو العنوان، وهذه هي القدوة لنا، أنه نحن مشروع شهداء في هذا العالم، ولكن كل نقطة دم زكية من أناس أطهار طهرهم الروح القدس، هؤلاء يزرعون الإيمان في بلادنا. بلادنا ما بقت بالإيمان، وما بقينا نحن لحد اليوم إلا لأنه في شهداء قديسين زكوا هذه الأرض بدمائهم. وقت اللي نحن بدنا نجبن ونتقاعس عن الشهادة للمسيح، ساعتها ما بيبقى حدا يشهد للمسيح في هذه الأرض. فلنتشدد بكلام الرب ونقتدي بالقديسين لنكون شهداء دائما للمسيح ونمجد المسيح في كل شيء. آمين.